أهلا بكم مرة أخرى. أبدأ معكم بالملف الغزي بالغ التعقيد، معلوم تماما وضع الاقتصاد الغزي، لكن بكل أسف اليوم أيضا هناك خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، في العمالة، في البطالة، واللي بالأصل تمثل أرقام مخيفة حقيقة مع استمرار الجائحة واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. مباشرة أنتقل معكم عبر سكايبي مع المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب. مساء الخير محمد، كل عام وأنتم بخير. وإن كان اقتصادنا ليس بخير، وإن كانت أحوالنا ليست بخير، وإن كان الاقتصاد الغزي أيضا ليس بخير، لكن لابد من باب التشجيع والتفاؤل على الأقل نقول عل وعسى أن تزول هذه الجائحة عنا، ويتم رفع الحصار عن قطاع غزة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه. وما كانت عليه طبعا ليس بالوضع الراقي جدا، ما بين قطاع الزراعة، العمالة، البطالة، قطاعات أخرى. لو بدنا نضع أولويات عن أبرز القطاعات اللي تلقت ضربات موجعة، وهل من قراءة في محاولة للتقليل من الخسائر في قطاع غزة ولو بالحد الأدنى؟ محمد أبو جياب. يعني اولا كل عام وانتم بخير عزيزي طلعت، ولجميع المستمعين والمشاهدين. الحديث عن الانعكاسات الاقتصاديه في غزه لا تتوقف فقط على جائحه كورونا، وقد تكون هي الاقل تاثرا على مستوى الانضباط الطبي والوقائي في غزه، من منطلق ان الجائحه لم تتفشى في المحافظات الفلسطينيه في قطاع غزه، ونأمل إن شاء الله أن يستمر هذا الوضع وألا تتفشى. الحديث عن واقع الاقتصاد الغزي بأولوياته هو تحت الضغط والعطف الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 13 عام. نتحدث عن حصار، نتحدث عن تضييق، نتحدث عن حرمان للتصدير للمصانع الفلسطينية، نتحدث عن غياب القدرة للقطاع الخاص على الصمود في ظل أيضا العراقيل والمعوقات التي تحدث بشكل شبه يومي من الاحتلال الإسرائيلي. ضيف على ذلك أن الموارد المالية النقدية تحديدا، والتي تشكل رافد أساسي للعملية وللدورة الاقتصادية داخل قطاع غزة، هي شبه منعدمة ومتراجعة بشكل يومي، إن لم نكن نتحدث عن تراجع بشكل لحظي، تراجع للتمويل العربي، تراجع للتمويل الدولي، تراجع للإنفاق الحكومي، سواء فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وبالتالي انعكست على إنفاقها الحكومي فيما يتعلق بفاتورة رواتب الموظفين، وأيضا فيما يتعلق بتراجع الإنفاق الحكومي للحكومة في غزة هنا نتاج تراجع الإيرادات المالية بما يزيد عن 30%، نتاج الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه غزة. الحديث عن أولويات القطاعات، وأنت تتحدث عن القطاع الزراعي، وهو الأكثر استراتيجية وحيوية بالنسبة للمواطن الفلسطيني بوصفه صمام الأمان لتوفير الأمن الغذائي في غزة. نحن نتحدث عن سلة غذائية تنتج ما يزيد عن 280 ألف طن من المواد الغذائية والسلع الخضروات سنويا في قطاع غزة. نتحدث عن كفاية إنتاجية حققتها غزة في كثير من السلع الزراعية، وصلت إلى حد الفائض، وبالتالي نصدر سنويا ما يزيد عن 50 إلى 60 ألف طن من المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها. نحن نتحدث أيضا عن ما يزيد عن 70 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي في مختلف القطاعات الزراعية، سواء فيما يتعلق ب المزروعات والخضروات، أو فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني، اللحم الداجن وغيره، وأيضا فيما يتعلق بالثروة السمكية والصيادين. في تصور محمد لو سمحت على الأقل للتعويضات أو التقليل من حجم الخسائر والأضرار اللي هي موجودة حتى قبل الجائحة، لكن بكل تأكيد اليوم الثمن بات لا يمكن احتماله، هل من تصور ولا فقط نستمر ب تنظيم وإعداد الإحصائيات والأرقام ونمارس، معلوم طبعا حجم الجائحة كبير، ونستمر بممارسة اللطم الاقتصادي والمالي بعيدا عن محاولة الخروج من عنق الزجاجة ولو بأقل الأضرار؟ محمد، يعني للأسف الشديد صديقي طلعت، الحديث عن اللطم الفلسطيني هي واحدة من بروتوكولات العمل السياسي في الحكومات الفلسطينية. نعم. نحن نبدع فنون اللطم دون الإبداع في
فنون الإدارة للأزمات والخروج منها وإيجاد البدائل. إذا ما تحدثنا عن الحكومة هنا في غزة فنحن نتحدث عن حكومة إذا ما تحدثت معها بشكل مباشر حول الحلول تذهب بك بعيدا باتجاه الحصار والإجراءات الخارجية التي تقيد عمل الحكومة والتقييد الدولي على التمويل الوارد إلى القطاع. الحديث عن الحلول التعويضات كلها دائما مرهونة بالنظام الدولي، التمويل الدولي، التبرعات الدولية والمنح الدولية، وغالبا ما يزج بهذه الملفات في سياقات الصراع السياسي سواء على مستوى الفلسطيني الفلسطيني أو حتى على مستوى الفلسطيني الإسرائيلي. وهذه يعني البوابة الكبيرة التي يهرب منها المسؤولون الحكوميون في كل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة خلال السنوات الماضية. الحديث عن أداء الحكومة في معالجة الأزمات أو التقليل من انعكاساتها يعني قد يكون معدوم، وما يجري من تقليل المعاناة والانعكاسات لهذه الأزمات هو بمبادرات شخصية وقطاعية من القطاعات الاقتصادية، كأن يكون هناك تنظيم لبعض القطاعات على مستوى الملابس مثلا. هناك اتفاق بين اتحاد صناعات الملابس ونقابة تجار الألبسة بأن يكون هناك هامش للمصانع المحلية بالإضافة إلى هامش للقطاع التجاري الخارجي في الملابس، وهذا اتفاق بيني لم تطلع عليه الحكومة ولم تتدخل لكن نفذ نتائج هذا التفاهم. ممكن هذا محمد يأخذني أنا وياك للمحور القادم. هو واضح أنه دائما مطلوب على القطاعات الاقتصادية أن تدير أزماتها بنفسها، بمعنى عند الحديث عن الجباية أنت لازم تكون حاضر، أما في إطار الهداية، وأنا بحكي عن الهداية الاقتصادية المالية بعيدا عن أي تلميحات أخرى، خلينا في التصريح بلاش في التلميح، أنت الغائب الذي لن يحضر ومش ممكن يحضر من أصله، ومطلوب منك أن تدير ملفك الاقتصادي منفردا. ممكن هذا الأمر بزيادة حبة سكره مش قليل شوية في قطاع غزة، لكنه أيضا موجود ولو جزئيا أيضا في سياسات جل الحكومات أو حتى كل الحكومات في الضفة الغربية المحتلة. القطاعات عم بتفكر اليوم، الاتحادات عم تجتمع عم بتفكر، بتحاول، احنا بنحكي مش تربح، بتحاول على الأقل تخلي الحد الأدنى الممكن من تلك القطاعات على الأقل يقف على قدميه بديلا عن الركوع وحتى الانبطاح أمام هذه الجائحة الكبيرة وطبعا تبعات حصار طويلة عربيا وإسرائيليا لقطاع غزة. يعني لك أن تتخيل أن القطاع الخاص سواء الصناعي أو التجاري اليوم لا يطلب من الحكومة لا العون ولا الدعم ولا الإسناد ولا الحماية، هو يطلب من الحكومة فقط سيبونا في حالنا، خلونا نشتغل، يعني خلونا نتفق مع بعض بلا ما. وهذا أكبر دعم ممكن توفر لي أنك تخليني بحالي. يعني هاي سياسة تخليني بحالي. إحنا بدنا نعمل لهم شكر بالصحف إذا بيسيبوهم بحالهم. الحديث عن الأداء الحكومي هي تحصن كل ما له علاقة بالحقوق الحكومية ذات العلاقة بالإيرادات المالية والجباية وضرائب ورسوم، وهناك نوع من الإبداع غير المنقطع والمبهر لطواقم المالية والجمارك. كل يوم نستمع إلى تفعيل بنود القانون أيا كانت طبيعتها في أي من المجالات. القطاع الخاص اليوم يعمل لصالح الحكومة، وبدأت الأصوات ترتفع يعني خذ استثماراتنا واعطونا مرتبات شهرية بكون أفضل إلنا كمستثمرين وكأصحاب مصانع وكأصحاب مصالح تجارية. الحديث عن الأداء الحكومي هو حديث مليء بالغصة والهموم والمآسي. إذا ما تحدثنا عن أن الحكومة عندما يكون الحديث بخصوص حقوق القطاع الخاص وحقوق المواطن تبدأ في إبداع صياغة رسائل انعدام القدرة وانعدام الموارد والتضييق والحصار والإجراءات الدولية المتبعة ضد الفلسطينيين، وكأننا كقطاع خاص أو كقطاع تجاري لا نعلم ذلك، والحكومة تبدأ بالتنظير علينا في هذا السياق. أما عندما يكون الأمر متعلق بحقوق الحكومة غير مقبول عليك كقطاع خاص أن تصوغ مثل هذه الرسائل وتوجهها للحكومة لتقول لها أن التمويل الدولي الذي انعكس سلبا عليك
بالتراجع هو ذاته الذي انعكس سلبا على قدرتنا المبيع على مستوى المبيعات والقوة الشرائية في الأسواق، وبالتالي على قدرتنا على البيع، وبالتالي قدرتنا على الأرباح، وبالتالي انعدمت قدرتنا على تسديد ما هو متطلب على المستوى القانوني سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الضرائب. نحن أمام معادلة حكومية عدمية تتمسك بالحقوق ذات العلاقة بالحكومة، وإذا ما شئت أن تقول الحكومة أنني أحقق خسائر، أنا أقول لك أخي طلعت الجملة واضحة وصريحة، وأنا شخصيا استمعت إليها في كثير من الجلسات الحكومية بحضور القطاع الخاص، إذا بتخسر سكر ليش فاتح؟ إذا بتخسر سكر. وهذه المعادلة لا تدل إلا عن قصور، يعني وأنا بجزء تقديري ممكن معنا بحبوحة أكثر كإعلام نوجه سؤال آخر بطريقة مختلفة ونقول للحكومة نفسها إذا بتقدريش تديري ملفنا أنت كمان سكري، ولا بتنفعش تسكر، ما طالما أنت مسكر كمان معنا فأنت كمان سكر، ولا لا يا سيدي؟ أخي طلعت في أحد الجلسات تحدثت بنفس السياق مع أحد المسؤولين الحكوميين، إذا بدك القطاع الخاص إذا بربحش يسكر لأنه مش قادر يدفع لك، فأنت إذا مش قادر تدفع مرتبات الموظفين ومش قادر تنفق على قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنى التحتية والصرف الصحي ومياه صالحة للشرب للمواطن، تفضل على بيتك وخلي غيرك. هاي المعادلة يجب أن يكون رد المماثل. فزعل وقال أنه أنت أصبحت جزء من منظومة الحصار ضد الشعب الفلسطيني. نعم، وهاي طبعا الديباجة بكل الأسف المعروفة، لأنه عقيدة الخدمة اليوم، وأنا بحكي أيضا عن الشق المالي والاقتصادي بكل الأسف عم نفقدها اليوم. بس بنتقل معك لسؤالي الأخير لو تلطفت علي أخي محمد. لاحظ إذا بدنا نرصد أنا وياك على الأقل من بداية العام الحالي حتى الآن مرورا بالجائحة وتبعاتها وضرباتها الاقتصادية المتتالية، الحديث عن حكومة وحدة وطنية، الحديث عن إعادة اللحمة، وبديش أقول بين شطري الوطن هذا المصطلح المستورد اليوم وهو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، بات شبه معدوم. الحديث اليوم العلاقة مع قطاع غزة، علاقة بعض الأدوية، بعض شاحنات الأدوية اللي بتوصل لقطاع غزة، نقطة وسطر جديد. قديش تقديرك لو كان بالفعل الحكومة 18 هي نفسها الحكومة 18 في قطاع غزة، بدل ما نشهد كمان اليوم حكومة 118 ولسه بنحكي عن نفس الوضع الحالي واللي أكيد عم بيزيد من الحالة سوءا فسوءا فأكثر خلال الفترة الماضية. الحديث اليوم عن وحدة القرار ونفس المظلة بات شبه معدوم، وكأنه الجائحة جاءت هدية لتبعد هاجس الحديث عن حكومة وحدة وطنية أو أي حكومة أخرى، توافق ولا غير توافق، لأنه إحنا كل المسميات جربناها ولا حكومة حتى زبطت معانا. قديش تقديرك هذا الأمر اليوم بيساهم أكثر في معاناة المواطن الغزي خصوصا والمواطن الفلسطيني على وجه العموم بالمناسبة؟ يعني أنا بدي تسمح لي عزيزي طلعت أسوق مثال بسيط. ما قبل العيد كان الحديث عن اتفاق بين حركة فتح وحماس لإنجاز مهرجان جماهيري بحضور كل الفصائل الفلسطينية وخطابات من الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية. فشل الطرفين في عقد مهرجان. أنا وأنت نجحنا في عقد لقاء عبر سكايب، والحكومات فشلت في عقد مهرجان جماهيري. كل المطلوب منهم ستيج مسرح وشوية مايكات وشوية ناس قاعدة قدام، يعني هذا فشلوا فيه. احنا إنه 13 سنة في حوالي تقريبا 3 أو 4 حكومات تقلبت على الحكومة سواء في الضفة الغربية أو في غزة، والخطاب منذ ما يزيد عن 13 عام وهو لم يتغير. شطري الوطن، الوحدة الوطنية، إنهاء الانقسام، الصحة تسير 3 شاحنات أدوية و5 شاحنات أدوية و6 شاحنات أدوية، سلطة الطاقة تدفع فاتورة الكهرباء، المالية تعفي الوقود لمحطة الكهرباء من البلو، حماس تتهم، فتح تتهم. هذه المعادلة أنا أعتقد لو أصبحنا على مشارف الحكومة 28 مش 18 سنبقى في ذات السياق، لأن الاستراتيجيات الفلسطينية الموحدة غائبة. نحن اليوم أمام ليس خلاف على المستوى الشخصي فيما يتعلق بقيادات حماس وفتح، وهذا أصبح معلوم اليوم، بيهنوا بعض وبتصفوا في بعض وبيعزوا بعض وبيواسوا بعض وبتطمنوا على بعض وبيضحكوا مع بعض، ما في مشكلة على المستوى الشخصي. لكن نحن منذ قدوم السلطة أخي طلعت
الرؤية الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية، الخطط، المناهج الإدارية فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الثانية للشعب الفلسطيني هي غائبة وغير موجودة. وأحد أهم الأدلة على ذلك أن كل حكومة كانت تأتي وزير يدخل وزارته، أحد أهم القضايا التي يقوم بها بداية يشكل طاقم للتخطيط، فيجلس سنتين أو ثلاثة بالوزارة وهو يخطط، ثم يطلق هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية، ثم يأتي من بعده ليبدأ بالتخطيط من جديد. هذه الخطط التي أصبحت مليئة يعني أو خزائن الوزارات مليئة بالخطط الاستراتيجية لم تطبق لا على مستوى السياسات ولا على مستوى الإجراءات ولا على مستوى التكتيك الإداري، حتى على مستوى إدارة الموظفين فيما يتعلق بقدرة هؤلاء على تنفيذ مصالح الشعب الفلسطيني وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم الحكومات كلها بدون استراتيجية وبدون عمل وبدون رؤية على المستوى الاقتصادي، وفي ذات السياق هي إفرازات مهمة لغياب الخطط والرؤية على المستوى السياسي. وهذه المعاناة لن تتوقف إلا إذا شئنا أن نقول أن لدينا جسم فلسطيني سيخطط وأن لدينا مسؤولين فلسطينيين سينفذوا هذه الخطط دون التعديل عليها إلا بما تتطلب، أو أن نحترم بعضنا البعض كحكومات وكمسؤولين فيما يعني يتعلق بسياقات التخطيط بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني. المؤسف ممكن أيضا محمد إذا بتسمح لي بدقيقة، حتى القضايا الحيوية اللي كانت مناط تفكير المواطن الغزي والهم الفلسطيني ككل بكل تأكيد، وهون بشير لمعبر رفح وإغلاقه المتعمد بكل أسف بوجه المسافرين وأبعاده وآثاره الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وخلافها، اليوم مع الأزمة الحالية بكل أسف ومع هذا الاختلال الداخلي بالإضافة للاحتلال، ما بين احتلال وما بين اختلال، الحديث أيضا عن مطالب من هذا النوع أو توجه من هذا النوع أو إعادة الحياة لمعبر رفح وبالتالي إعادة الحياة الرئة الأساسية لقطاع غزة بات أيضا شبه معدوم، وكأنها أيضا منحة جديدة لرواد السياسة أن لا يتطرقوا لهذا الملف نهائيا. محمد يعني أبو جياب، وكأننا نحتاج إلى مزيد من المعاناة للأسف الشديد حتى نبرر عدم تطرقنا لملفات حيوية من هذا النوع للأسف الشديد. واضح. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا اليوم، ومرة أخرى منكرر دعواتنا بالخير ومنقول كل عام وأنتم بخير لأهلنا في قطاع غزة، على قاعدة طبعا نتفائل بالخير الاقتصادي على وعسى نشوفه ويمسنا جميعا. محمد أبو جياب كنت معي عبر سكايب من قطاع غزة المحاصر، شكرا وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. ملفنا القادم حول الخسائر والخاسرون من الجائحة في دراسة عدها مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية هنا في رام الله، نتناولها بتعمق أكثر ونشوف مدى تلك الخسائر واستمرار أيضا تلك الخسائر والتعقيدات التي قد تتبع محاولة الخروج بأقل الخسائر في ظل مرحلة الحديث فيها فقط عن الخسائر تقريبا، لكن بعد الفاصل.